كيف علاقتك بالتوانسه غادي سيدي ظافي ابو ظبي سبورت؟ علاقتي كانت كلها كورجيه، معناتها سي عبد المجيد عديت معاه عام الله يرحم والديه، انسان طيب برشا. ثم اللي توا مساعد في مع في مسير اسمه نسيت اسمه محمد باهش عنا في نسيت اسمه حتى يعني. برشا برشا علاقتي طيبه مع الناس كلهم، متابع كان جماعه الكوره ما عنديش. زبير بيا مثلا كيفاش زبير. كيفاش علاقتك به غادي؟ علاقتي طيبه بالقدر انا وياه، ما عندناش. انا شوف انت ثم ايضا مهدي بن عبيد ده. مهدي بن عبيد كيف كيف؟ كل علاقتك بهم به. شديت صحيح فما واقعه صارت مع مقابله الهلال والنجم. ما شبيه ما عجبكش الموضوع؟ لا 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 نعاود ونعاود نقولها. نعاودها ونعاود نقولها. ثم فرق. قلقوا منك حبيبي توال. من حقه. من حقه. لكن كي يتقلق ما يوصلش لحدود يفوت لحدود. انا ما مشيتش سوبورتير تونسي ونتشرف تونستي وما نحيش خشمي من وجهي. لكن فما ناس ما تفهمش الوضع. انا كرونيكور. انا كرونيكور نعاودها 50 مرة. راني انا وقتها البلاتو هذاك اللي عملناه في نهار الماتش فينال البطولة العربية فينال نهار الفينال لتوال والهلال لتوال والهلال شنو قلقهم؟ ما نحبش نحكي لك لي زاكوتي ما نحبش نحكي لي زاكوتي لكن نحبهم باش نجيك ليهم بعد قبل ما نبدا باش نقول لك انا قبل ما نبدا ما نحبش. وكان خالد بدر موجود وش اسمه المهدي موجود مهدي بن عبيد مهدي بن عبيد و تاعنا نتاع ليتوال زياد الجزيري زياد الجزيري موجود وتو نوريك تصويره تو كي نكملوا الحلقه هذه في التليفون نتاعي هاو برا تو نوريك تصويره انا وزياد الجزيري بعد الحلقه سي يعقوب السعدي اللي هو قاعد في البلاتو فما توانسه صحفيين ما نسميهمش بصراحه فما خالد بدره فما مهدي وفما زياد الجزيري تكلمنا اشكون قال لي تعطي رايك فني هذا اللي قاعد يقود في الطاوله كيما انت تو قاعد تسالني تقول لي تو اليوم الهلال والاتوال اعطينا وجهه نظر الفنيه نتاعك كابتن شكون ترشح؟ قلت النجم نقول له تعادل ونبدا هكا شويه لا هذا ما نجمهاش انا عشت في الهلال ونعاود وقلت لهم دربت في الهلال وداير السعوديين اللي كانوا غادي موجودين كلهم يعرفوني كنت في السعوديه ودربت السعوديه ودربت الهلال جونيور لتوال وقت العام هذاك انا ماهيش قنعتني رغم اني ما نتبعش برشا الشامبيونات لكن نتبع الدوري السعودي تحسنت كي جا روجي لومير هو روجي لومير معاهم وقتها تحسنت كي جا هو وقتها هو وقتها دو سيتي لا فان لا سيزون كي سالني قال لي شكون ترشح قلت له رشح الهلال انا كرونيكور لكن شكون قال لك انا في قلبي ما نحبش لتوال تربح هذاك احساس اخر اما تو تسالني هو انا هاني ما نحبش نقول راني سبيرونس غدوه تلعب الكلوب والسبيرونس والكلوب افضل من سبيرونس تقول الكلوب تربح علاش تخليها في قلبك تقول نتوقع الهلال تربح اما انا راني نحب ليتوال تربح علاش خليتها في قلبك؟ لا جوني با دروا نقول هذه تراهدينا هذه ترى انا نعتبرها ترى انا نخدم انت ما حبيتش ليتوال تربح وقتها لا كيفاش ما حبيتش ليتوال كلام هذا فما كلام على مواقع التواصل الاجتماعي قول لي صحيح ولا غلط انا ما عارف صحيح ولا غلط قلت جنسيتي تونسيه مش جنسيه النجم تمنيت فوز الهلال هذا تقال ولا كيفاش قلت جنسيتي تونسيه ماهيش جنسيه جنسيه ليتوال وفما حد سالني صحافي ولا لا سالتك اسكو صحيح ولا ما عمري ما قلت لك شنو جنسيتي شنو عاود تونسيه مش جنسيه شو انا قاعد السيد هذا باش يقول انا جنسيتي تونسيه عاد انا ما يعرفنيش من وانت تو كان تعرضني تقول لي شنو جنسيتك نحكي معاك ساعه تو بالتونسي بالاخر تقول لي شنو جنسيتك انت ظاهر تونسي معناتها لا معناتها تقصد ما تحبش ليتوال معناتها لا لا من المستحيل معناتها ليتوال ما تمثلش تونس مستحيل من المستحيل جميل باش نقول الكلام هذا هاي سيدي هاني تو خدش عندي في تونس تكلمتش كلمه خايبه على ليتوال اذا ثم واحد تونسي هم يسمعوا فيا ومن ليتوال كان يحبه تكلمتش حاجه خايبه على ليتوال اولا هاني في تونس ونتكلم تكلمتش حاجه خايبه على النادي الافريقي بصراحة سيدة ما يسمع فينا حد لا لا يسمع فينا طبعا بيني وبينك والله نقول لك اللي فما تمنيت لتوال تربح انا رأيتها والله تمنيت علاش ليه؟ علاش ليه؟ شنو هي المشكلة؟ يعني هذا الكل أما أنا ككرونيكور ووجهة نظري الفنية أعطيتها بكل صدق لي سونتيمون أبار
والعمل لبار صار كلاش وقتها بينك وبين زياد الجزيري في لا لا ما صار حتى شيء. وقتها بدات المشكله. هاني باش نقول لك انا هو تغشش من حقه باش يتغشش. زياد من حقه باش يتغشش. من من مانيش ما حد تونس كامله من حقها باش تتغشش. كيفاش تونسي عايش في ابو ظبي والهلال والاتوال يلعب ويقول الهلال؟ انا نحكم سامحني الهلال خايبه تبع في الهلال تعرفها؟ الهلال كيب محترمه جدا جدا معناها بكلها نجوم عالميه. ما ربحتش ترجي؟ ربحت ترجي ولا؟ ربحت صحيح. زين علاش انا تحب اما وقتها سي ايفان تفكر لعبت ناقصه برشا من لاعبيه راهو. انا نحكي لك على الوقت هذاك. الهلال من افضل الجمعيات راهو في العالم العربي. رد بالكم راهو عندنا عقليه هنا ما زلنا عقليه نتاع تونس. لا هذوك ما كان نتاع القطره ولا حاجه. احنا اقوى منهم وما اقوى منهم. اما على ماتش كل شيء ممكن مش انت اقوى مني. صحيح صحيح. انت سالتني انت سالتني وانا قاعد في الطاوله نخدم نخدم وقتها نخدم ناخذ في راتب. نجي نقول لك انا نكذب على روحي انا نكذب على روحي. باهي شنو صار في الكواليس مع زياد الجزيري؟ دقيقه تو ما نجمش انا نقول الاتوال تربحها. شنو باش تزيدني انت وشنو باش تنقص لي كان ربحت الاتوال؟ لما نتكلم اي رايك رايك كلمت رايك شو اذا ما تابش نقعدوا عايشين بهالعقليه. راني مانيش ضد الاتوال انا كرونيكار نخدم عندي عقد مع قناة أبو ظبي الرياضية تكلمت وجهة نظري الفنية قد تكون غلطة كلامي مش قرآن كل تجربة. السؤال المهم جاوبت عليه قلت لي حبيت لي تولي تربح هكا باهي شنو صار في الكواليس مع زياد وقت؟ بالعكس تصور تصورنا عندنا شيء هاو زياد حي بالعكس فرحت به وإلى يومنا هذا راهو إلى يومنا هذا ولا كلمة تكلم. قلت لك عليك كلام قاسي شوية في موزايك. انا تكلمت على شنو هو قلت الشخص هذا ما نحبش نحكي عليه ما نحبش نحكي عليه بيصير. الشخص هذا جي فولو ايفيتي سامحني التحقير جي فولو ايفيتي لا ديسكسيون. المشكله اللي صارت في القناه التاسعه وتكلم عن الترجي بالطريقه هذيك تعرف على شكون لوم انا؟ لوم على طول الجورناليست ها توا نقولها لك مالك ولا واحد وقفوا باش يتكلم. ما يصيرش هذا هذا ما يصيرش تتهم في ناس او تحب نعاود نحكي في الموضوع توا يا سلامه اي نحكيو فيه علاش تو تجبد لي انت في موضوع بعدش تقولوا باقي رضا البوراوي يحكي على لا نحكيو فيه علاش ما نحكيوش انتم صحفيين لهنا فما ناس مايده كلام زياد الجزيري. شكون الناس هذوما؟ فما برشا مايدين كلام الجزيري. ايوه فما اختلاف فما شكون معه فما شكون ضده. ايوه في الموضوع هذا باهي اي خويا انت مسؤول في الترجي الرياضي او مسؤول في النادي الافريقي او مسؤول في السياسات او مسؤول في اي نادي. بعد ما تبطل المسؤوليه وخلاص قاعد في دارك انت تسمع كرونيكر يقول اللي الترجي هكا وبيها وعليها والناس كل تعرف وتونس كامله. كلام صار كبير 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 ورشوه ما رشوه رشوه. انت كنت بريزون هو راهو يتهم تعرف شكون؟ في الترجي. وشكون يقول فيها الترجي؟ الرؤساء نتاعها. انا ما نقدرش نتكلم على رضا شرف الدين من المستحيل. لو يكون معايا عمل حاجات ما انا عمري ما نحكي مع رئيس او نحكي مع رئيس على ضد النادي الافريقي. هذا كلام ما يصيرش. نعطيك حاجه اخرى انا طلعت لابو ظبي عام 81 82 الكلام اللي نسمعه به في تونس على الترجي موجود غاديك الى يومنا هذا الى يومنا هذا. علاش تشوه في سمعه ليكيب تشوه في سمعه الرجال بيني وبينك سلام؟ شكون اللي يرتجي الحكم؟ سيبورتير؟ جاوبني عاد. مش سيبورتير يرتشي الحكم مسؤولين يشريوا الماتش صحيح ولا لا؟ موجود في كرتنا هذا. انت قلت انا ما انا ماليش. لا موجود اي نقول مثلا مثلا انت قلت لي موجود. ما نخافش انا نحكي على انسان وضح وتكلم حتى لو موجود سي اسلام حتى لو موجود بينك وبين شكري قولها له في قيوه قولها. اما هك علنا والناس كل تتفرج فينا ولا حد جاوبه وانا لومت ونعاود جاوبوا شكري وقتها. لا معليش ايش فيه وتو يعمل العمله هذه بتاع التصوير. هاو عمل العمله. انت قعدت تقابلت معاه في التاسعه زاد. نعم. تقابلت معاه في بلاتو في التاسعه. خويا تقابل معاه يلزمني نشرب قهوه نشرب قهوه شنو المشكله؟ كذبت كذب عليه انا. صار كلام في الموضوع هذا في اللي كوليس تاع التاسعه. تعرف علاش ما حبيت؟ لا لا ما صار بيني تعرف علاش ما حبيتهاش؟ فما ناس يقول لك والله هذاك جاب لنا كاس افريقيا ايه جاب لنا كاس افريقيا بارك الله فيه لكن سوبر مان باش يسب الناس ويتكلم مع الناس. هو اعتذر اخو ها والتسجيل اللي قلت عليه في في البريفي زاد مش في التلفزه. برافو اعتذر باهي هو اعتذر في اي اف ام اي والثانيه اللي صوروها نحكي على الثانيه على التسجيل اللي خرج جاي انا ما حكيتش على الثانيه
هو وقت اللي سالني حيدر قال لي قلت بربي عفينا يا حيدر راه ما نحكيش عليه الشخص هذا علاش خاطر ريسيديفيست عديناها نتاع حكايه شكر الواعر يعاود مره اخرى ما نحبكمش تحبوا الترجي ما نحبته معقوله هذا الكلام هذا من جوار انا نعطيك حاجه أنا. عم جيت شتالي الله يطول عمره عاش عام كامل معايا انا وياه كل يوم انا وياه عمره ما جبت كلمة على الترجي ولا جبت كلمة على اي نادي هاو هزنا الكوب دي مونت يسوبرمي معناتها باش خاطر انت جبت لنا كوب دافريك باش تخرج في بلاتوات وتتكلم الكلام هذا عيب راهو في كلامك قلت اللوم المسؤول نتاع القناه بيان سور اللي مازالوا عيطوا له لا لا ما عيطوا له ما عيطولوش سير رفاق مال اللي على الاقل يعاقبوا على الاقل يعيط له ويقول له الكلام ما نعرفش عيطته ولا ما عيطوش جون سي با اما انت صاحب القناه وقناه مشهوره وقناه عندها قيمه كومون تو تبرمي باش تخلي واحد يتكلمك اليوم يتكلم على الترجي غدوه ينجم يتكلم على 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 الكلوب اسكو الكلام هذا اللي خلاك مع اليوم تطلع في برنامج التاسعه لا 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 ما عندنا حتى علاش ما عادش تشوفوك اليوم في التاسعه اختياري منك انت معنا. مني انا مني عيطوا لك كل احترام كل احترام العادل وكل زملاء سمير سليمي اسمه ناصر البدوي ناصر البدوي زياد عندي ما تعاركت مع حتى حد لا مع عادل ولا مع حتى حد انا ما يساعدنيش اولا نروح مخل بالليل نوصل لدار تقريبا ماضي ساعه ونص ماضي ساعتين وحاجات اخرين اللي ما يساعدونيش نحب نقل بالقدر قد يكون انا مره تكون لي زله لسان مع سمير ولا مع ناصر ولا مع زياد ونولي في مشكل قلت يزي فيه بالك انا عندي موزايك بحدا داري وين رايك ترى مبسوط قلقت مع شكون غادي لا 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 هاك انت خبطت فرشت خاطر تقول لي قد تكون زلت لسانه ما شنو علي انا ما نغلطش قد تكون عاد كان بالمبدا هذا ما عادش تحصل في حتى بلاتوت ولا ما نغلطش لا لا ماهوش هذا السبب ما تق ماهوش مقنع السبب هذا سامحني سي ريفا اعطينا السبب الحقيقي والله لا فما شيء فما شيء والله يعني نحلف لك لا صادق باهي ما عندكش وعد البهلال عندك علاقه به؟ ايه اساله لسه ما تعاركتش مع حد ولا كلمتش مع حد ولا لا كل ما صارت هذه وانا في موزايك عاود جبد لي وقلت له اللي قاعد يخدم في البرنامج نهار قلت له اعفيني حيدر اي قلت له اعفيني ماذا بيا قال لي اخويا كان عندك حاجات ما تحبش تتكلم يا اخي عاود سالني اون ديريكت قلت له خير ما نحبش نتكلم عليه صاحبي راهو تو بالك شخص كان نشوفه ما نسلمش عليه ولا ما يسلم لا ما عندي ما عندك شيء